عسلام أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في بالك اللي صار حدث جديد هز العالم بكل، والحدث هو بعد فيروس انفلونزا الخنازير وفيروس الكوفيد 19 اللي جاء من الخفافيش، ظهر فيروس جديد اسمه جدري القرود واللي هو جاي من القرود. الفيروس هذا قاعد منتشر في كامل انحاء العالم وفي الولايات المتحدة الامريكية، ويأكدوا العلماء انه فيروس خطير برش وقادر انه يقتل 10% من اللي يمرضوا به، وسجلت عدة دول اصابات به كيما بريطانيا واسبانيا والبرتغال وكندا، واللي تشمل اعراضه طفح جلد وحمى وصداع وآلام في العضلات وتضخم في الغدد اللمفاوية وقشعريرة وإرهاق. والجدري القرود سلالتان، السلالة الأولى تسمى سلالة الكونغو وهي الأشد نسبة في وفياتها وتوصل 10%، والثانية سلالة غرب إفريقيا اللي تعدوا بها أشخاص المملكة المتحدة مؤخرا وتوصل نسبة وفياتها 1%. وبالرغم انه جدري القرود اقل خطورة من الامراض اللي تتسببها حالة الجدري، قعد علماء الفيروسات في حالة تأهب قصوى بعد تسجيل عدة دول حول العالم من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وكندا واستراليا اصابات بالمرض اللي تتمثل اعراضه كما حكيت لكم، اضافة الى طفح جلدي على اطراف الوجه، فيما اثارت حالات تفشي مرض جدري القرود القلق لان المرض الفيروسي ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، واكتشفوه أول مرة في القرود في غرب ووسط إفريقيا، إلا أنه ما كانش ينتشر في بعض دول العالم. يعد جدري القرود من الأمراض النادرة اللي تلتقط في الغالب من الحيوانات البرية المصابة في أجزاء من إفريقيا، واكتشف لأول مرة عام 1958 في القرود المخصصة لإجراء البحوث، ومن غادي خذا اسمه مع تسجيل أول حالة بشرية عام 1970 وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. يعد هذا المرض هو أحد أقارب الجدري، الشيء اللي يجعل أعراضه تتماثل مع أعراض الجدري واللي كان مرض متفشي، ومن مظاهر انتشاره أنه خرج من إفريقيا وتعدى للمملكة المتحدة بشخص كان يزور في نيجيريا مؤخرا، ويعتقدوا أنه العدوى أخذها من غادي. وفقا لصحيفة الجارديان اللي نقلت عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فأنه جميع من الحالات الأربعة الأخيرة هم من الرجال اللي يعتبروا مثليين أو ثنائي الجنس، أما طرق انتشار الفيروس فتكون بالاتصال الوثيق مع الحيوانات أو بشكل أقل شيوعا مع الأشخاص المصابين. ويمكن لفيروس جدري القرود أنه يتنقل من لدغة حيوان مصاب أو عن طريق لمس دمه ولا سوائل الجسم متاعه ولا حتى الفروة متاعه، كما يعتقد أنه ينتشر عن طريق القوارض مثل الجرذين والفئران والسناجب، ومن الممكن أيضا الإصابة بالمرض عن طريق تناول اللحم متاعه. ومن غير المعتاد أنه إنسان يلتقط جدري القرود، إلا أنه ينتشر بسهولة من بين الناس من خلال اللمس أو المناشف أو شخص مصاب بطفح جلدي، كما يتنقل المرض عن طريق لمس بثور أو قشور جلدية أو التعرض للسوائل اللي تخرج من السعال والعطس لشخص مصاب بالمرض. وردوا بالكم أصدقائي من فيروس جدري القرود، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظنا أجمعين. ما تنسوش باش تعملونا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم كل ما هو جديد وغريب عن العالم. Hey boss, just the way you like it, very hot. For your friend too?